بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة درس العلماء طويلا القمر، طبعا هذا القمر الذي كان يتغنى الشعراء به. أثبت العلماء أنه كان في البداية، في بداية خلقه، جسما ملتهبا، لأنه طبعا كما تقول أحدث النظريات أنه انفصل عن الأرض وتشكل في بداية طبعا خلق الأرض قبل بحدود 4.5 مليار عام. تشكلت الأرض وبعد ذلك تشكل القمر، وكان كتلة ملتهبة أو كان مشتعلا، يعني كان يضيء في الليل عندما يدور حول الأرض، كان جسما مضيئا وملتهبا، ولكنه بدأ تدريجيا ينطفئ ويختفي ضوءه وينمحي هذا الضوء حتى وصل إلى الشكل الذي نراه عليه اليوم. طبعا الدراسات العلمية أيها الأحبة تؤكد أن هذا القمر أيضا في داخله طبقات ملتهبة مثل الأرض، وأنه أيضا تصل إليه كميات كبيرة من النيازك، وتحدث فيه براكين، هناك فوهات براكين كثيرة جدا، وهناك نيازك كثيرة ضربت هذا القمر على مدى يعني مئات الملايين من السنين في بداية تشكله. طبعا كذلك الأرض أيضا ضربتها الكثير من النيازك في بداية تشكلها، حيث كان كوكب الأرض أيضا كان ملتهبا. هنا لدينا آية عظيمة جدا في القرآن الكريم، يعني مع العلم أن هذه معلومات حديثة جدا، يعني فقط في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين تمكن العلماء وبخاصة في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من معرفة أسرار هذا القمر، وكيف نشأ هذا القمر، وكيف تشكل، وكيف أن هذه النيازك كانت تضرب سطح القمر وتضرب سطح الأرض في بداية تشكلها أيضا. وبالتالي فإن العلماء يؤكدون أن الشمس الملتهبة في ذلك الوقت قبل يعني 4 أو 5 مليارات عام كانت نجما أيضا ناشئا في بداية تشكله، ولكن الأرض بدأت تبتعد تدريجيا عن الشمس ويرافقها القمر. طبعا القرآن العظيم أشار إلى هذه الحقيقة العلمية التي أصبحت حقيقة يقينية في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالآية هنا دقيقة جدا وتشير إلى أن الشمس كان مشتعلا فمحى الله ضوءه، فمحونا آية الليل، ولكن آية النهار وهي الشمس بقيت مبصرة مشتعلة لينتفع بها الناس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.